Ja, also ich mache mir Sorgen, ja, dass wir das erste Spiel haben 2-1 gewonnen. Das heißt, wir haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. Das hat auch nicht das ganze Spiel im Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. واحنا لعبتنا يعني لعبت قدام 60,000 واكثر من 60,000 ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير وعندهم الخبرات في التعامل مع الموقف والجماهير في متطلبات انا مده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب هي قاعده بره ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله احنا نتعامل مع الموقف ده ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور بالعكس ده بالنسبه لنا اجواء جميله ده بيحصل في اي فريق في العالم ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه عنده لعيبه بتعمل اخطاء انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه ممكن اقول لك برده كده لكن مش هنخش في الحتت دي احنا ده جزء من كره القدم ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع ان اللعيب يبقى عمل خطا وعادي وارد ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس وهم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده كره قدم كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر بيبقى في غيابات بيبقى في اخطاء والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي وانا عندي من الخبرات ان اقدر اتعامل مع مواقف زي دي بس كمان حاجة تتكلم على ان اللاعب عندنا عمل خطأ عنده اثنين عملوا اخطاء بدليل ان احنا جبنا جونين ده وارد في كرة القدم اول شيء بس انا هذكر موقف واحد فقط من المباراة اعتقد ان حضرتك داري بكرة القدم كويس تعرف كرة القدم كويس لما يكون موقف بس لما يكون لاعب يمسك الكرة بيده وفي اثنين من منافس رايحين جوه مباشرة من نص الملعب وهو اخر واحد في الملعب ويمسك الكره بايده بشكل متعمد اعتقد حضرتك تعرف قواعد كره القدم كويس زي ان دي كارت احمر مباشر اللي ضايقني ان كان في حكم وفي اربعه بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الاحمر فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني بالنسبه للموضوع حضرتك بتقول ان احنا قدمنا اعتراض لا احنا ما قدمناش اعتراض وبالتالي بقية السؤال كان لم يكن بالنسبة لي لأن احنا ما قدمناش اعتراض أصلا على الحكم المباراة. وخلال نفس المؤتمر الصحفي محمد الشناوي كابتن الفريق هو كمان كان ليه مجموعة تصريحات متعلقة بالمباراة قال إن النادي الأهلي أغلق بالفعل صفحة مباراة الذهاب للتركيز على لقاء العودة اللي هيكون صعب بطبيعة الحال كمان أشاد بزميله مصطفى شوبير وقال إنه لعب مباراة قوية جدا في ماتش الذهاب وقال إن كلنا في الفريق على قلب رجل واحد ودايما بنساند بعضنا من أجل مصلحة الفريق أولا وأخيرا كان أحد الصحفيين المتواجدين سألوا سؤال متعلق بمباراة اتلعبت وكان مشارك فيها محمد الشناوي في النسخة الماضية من البطولة فرد رد لطيف قوي الحقيقة قال لك احنا نسينا اصلا مباراة الذهاب انتوا جايين بتكلمونا في حاجة عدت عليها سنة واكتر خلينا مركزين في ماتش العودة تعالوا بقى نشوف جانب من تصريحات محمد الشناوي اتفضل طبعا احنا عارفين ان مباراة قوية ومباراة صعبة جدا احنا كان عندنا ماتشين الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص احنا نسينا المباراة الاولانية ودلوقتي بنفكر في المباراة التانية وإن شاء الله زي ما الكوتش قال إحنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراة وإن شاء الله يبقى التوفيق معنا بكرة إن شاء الله ونرجع بالكاس إن شاء الله للقاهرة أكيد طبعا المباراة الأولانية طبعا مصطفى طبعا أدى مباراة قوية جدا وأي حد بيبقى في النادي الأهلي بيلعب في النادي الأهلي بيبقى قد المسؤولية أنا أو علي أو مصطفى طبعا يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا اللي احنا بنتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا وشيخ مصطفى شوبير بالنسبه لنا يعني هو اخونا الصغير وهو كان كمان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه انا وعلي اتكلمنا معاه وطبعا هو عمل ماتش كبير وان شاء الله ده يعني اقل حاجه يعملها واللي جاي افضل ليه ربنا يكرمه ان شاء الله اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره ما نفكرش في الماتش اللي فات احنا خلاص الماتش ده كان ماضي احنا دلوقتي بنفكر في بكره اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو بالنسبه لنا اللعيبه كلها اتحطت في الموقف ده وهي عارفه يعني ايه لا
اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه بنكون من المستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور بين الوداد بين الرجاء بين اي حد احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه مباراه تبقى مستمتعه للجماهير وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراه مميزه للكوره دي اهم حاجه اللعيبه مستعدين بشكل كويس وهم عارفين يعني اهميه المباراه واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه احنا بنلعب نهائي افريقيا طبعا الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين بس هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله مش عارف صراحه السؤال بس تمام يعني اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمه بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز طبعا دي الرؤيه الفنيه بتاعه الكوتش طبعا احنا كلنا جاهزين القائمه كلها ال24 اللي موجودين كلهم جاهزين اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي انا مش عارف ليه احنا عندنا ماتش بكره تمام واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام انا عندي ماتش بكره الفرقه كلها مركزه ماتش بكره ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله